أهلا وسهلا بكم أعزائي العرب والناطقين باللغة العربية في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، أخوكم مصطفى يحييكم من أرض البرازيل ويقدم رحلة البحث عن الله عالم وعلوم الأرواح للعالم الفرنسي ألان كاردان. النهاردة معانا موضوع جديد بسلسلة هنتكلم فيها في حلقتين عن أرواح بتأتي من كواكب أخرى بتتجسد على الأرض بغرض مساعدتنا في الشفاء الجسدي. هم عندهم تكنولوجيا كبيرة جدا جدا، واحنا درسنا في كتاب الذاكرة الأزلية في الحلقتين الماضية في الحلقات الماضية عن عملية ترميم الطاقة، ترميم طاقة الروح، وحتى ممكن فكها وإعادة تركيبها من جديد علشان نتقلص من الطاقات السلبية الموجودة اللي بتخلي استعداداتنا لأن احنا نرتكب الحماقة والشر. فهل هناك أرواح متقدمة من كواكب أخرى ممكن تيجي كوكب الأرض، ده موضوعنا النهاردة، وتتجسد بحيث إن هي تقدر تعالج الأمراض وتعالج بشكل أكبر الجسد الأسيري بتاعنا، تعالج تشيل الطاقات السلبية من الجسد ده، وزي ما بيحدث في عالم الروح هل ده ممكن يحدث أيضا في عالم الجسد؟ هو ده موضوعنا النهاردة. قبل ما نبدأ، يعني عشان في ناس كتير بتشاهد الحلقات وما اعرفش ليه بتبخلوا بعملية اللايك والسبسكرايب، لان غير كده لن ينتشر الفيديو. لما بشوف مثلا في 4000 5000 بيشاهدوا فيديو وفقط 150 لايك، فتأكد اليوتيوب ما بيسلمش الفيديو يعني. فانت عايز تعمل خير، عايز تساعد الاخرين، ادي لايك يعني، او لو انت مش عاجبك الفيديو ادي ديسلايك، اعمل تعليق، لان ده هيساعد في نشر ايه الفيديو. اوكي، نخش في موضوعنا. ف مايكل نيوتن بيتكلم، مايكل نيوتن احنا عارفين هو طبيب نفسي كان يعني، لانه توفى. ومايكل نيوتن يعني شخص محايد، لا ليس له تدخل بأي دين، فالبحث بتاعه بحث علمي صرف، وهو أكثر شيء هو لا يعني عايز يتأكد من البحث بتاعه قبل ما يعرضه علينا يعني. فما بيعتمدش على حالة واحدة، ما بيعتمدش على إنسان واحد، بيفحص آلاف الحالات وبعدين بيخرج بالفكر ويشوف انهي احسن حالات ويعرضها علينا. اوكي، فالنهارده هو هيشرح عن المعالجين الكوكبيين اللي بياتوا من كواكب اخرى بيتجسدوا بينا ويبتدوا يشتغلوا معانا بالطاقه دي، بحيث ان هم لو انت قابلت واحد منهم ممكن يصلح لك الطاقه بدل ما تنتظر الى ان تصل لعالم الروح. ممكن يساعدك لو غير لك الطاقة هنا، ممكن انت تروح لعالم الروح يعني توفر وقت، يعني بدل ما ترتكب حماقات هنا بيكون اسهل لك ان انت ايه تفعل ذلك. اوكي، هي دي الفكرة. يلا بينا نقرأ مع بعض احسن حاجة يعني. انا اعتقد اخد الشاشة الاكبر كده يكون احسن يعني. سيتناول القسم التالي موضوع المعالجين الكوكبيين الذين يعملون في البيئات المادية. بما أن هذه الأرواح لا تزال تتقمص عموما، لا يعتبر مرضاي إنها من المعلمين، ويشمل ذلك الأرواح المحولة التي سيرد ذكرها في الحالة التالية. أما العمل الكوكبي فقوامه التعرف إلى الكثير من التخصصات، وهو أيضا المكان الأساس للتدرب لهذه الأرواح المتطورة. فبتوجد أرواح متطورة زي ما احنا كلنا بنتطور يعني، وممكن نصل إلى مرحلة إن احنا نكون نسكن كوكب أكثر تقدما، يكون عندنا علم أكثر ونتعلم عملية الطاقة. النهاردة منتشرة هنا على كوكب الأرض الريكي، العلاج بالطاقة عن طريق الريكي وعن طريق أشياء أخرى. حتى في المركز الروحاني بيدعوا أيديهم كده على الشخص ويبتدي يعطوه طاقة، يعني احنا بنخرج متجددين من المركز الروحاني. أيضا بنلاحظ أن يسوع المسيح كان كل علاج بتاعه بالطاقة، الطاقة بتاعته كانت ضخمة جدا جدا، مجرد
يتلمس، يعني كان الشخص بيتغير بالكامل، بيشفى من أمراض مزمنة يعني. فدي ما هياش ما هو السحر أو ماجيك يعني، ده شخص عنده طاقات مرتفعة جدا جدا، يوم من الأيام هنأتي إحنا لهذا الوضع ونقدر نعالج الآخرين، نقدر نساعدهم على الشفاء لو الخالق عز وجل سمح بذلك. أوكي، فهنشوف بقى شفاء الطاقة على كوكبنا، معالجه الجسد البشري، وانا وضعت ده في عنوان الحلقة. اوكي، معالجه الجسد البشري، احنا قلنا ايه؟ شفاء الطاقة على الارض، او ممكن تكون على اي كوكب اخر يعني. يعني هنا لما احنا بنقول على الارض، لما بنقول على الارض على كوكب الارض، لكن ممكن كواكب اخرى، احنا مثلا نروح نسكن كواكب متفوقة ونذهب الى كواكب اقل تقدما ونساعدهم ماديا، واخد بالك الفكره هنا في الحلقات دي، سلسله اللي هم الايه، المعالجين الكوكبيين اللي هم بياتوا من كواكب اخرى بيتجسدوا على الارض، وبعد ما يتجسدوا على الارض ايه اللي بيحصل؟ بيساعدوا الناس يعني البشر، بيساعدوا البشر على التقدم في اشياء مختلفه. هنحكي النهارده عن علاج الجسد البشري. اوكي، يعني الكلاب هنا عادي يعني لو سامعين انتوا مش مشكله يعني. معالج الجسد البشري، عندما تعلمت عن الارواح المتخصصه في ترميم الطاقه المتضرره في عالم الروح، اخذني الفضول الى معرفه كيف كانت هذه الارواح تطبق معرفتها الروحيه المخزنه في لاوعيها عندما كانت تعمل في شكل مادي. يشدد البعض كثيرا على هذه الناحية من تطوير المهارة لمساعدة الكائنات البشرية. حالتي التالية تتعلق بامرأة تعمل مع وسائل علاجية متعددة بما فيها علاج الطاقة المعروف بالريكي. اوكي، فهنا شوف بيقول لك ان الارواح دي، في ارواح متخصصه في عمليه الطاقه بتتولد، ساعات ما بتبقاش عارفه طب اشمعنى الشخص الفلاني عنده طاقه اكتر من الاخر. يعني ايام زمان زي ما احنا كنا بنشوف في الكوره، الشخص اللي بيعمل الرؤيه دي بيقول لك هيرقيك، او ست عجوزه كده تيجي ترقيك وتلاقيها فعلا بتقدر تجيب الطاقه دي للانسان، حاجه غريبه يعني. تلاقي الانسان بيشفى من مجرد الرؤية دي، بتقرأ شوية قرآن في الكورة كانوا بيعملوا كده. وهنا عندنا برضو في البرازيل بتلاقي في بعض السيدات والرجالة برضو العواجيز بيجيبوا جزء من الشجر كده وفروع من الريحان، ويقعدوا يصلوا ويضربوا كده على جسم الإنسان ويحولوا له طاقة. ما تعرفش إزاي بعد ما تنتهي العملية دي بتلاقي النبات بيجف، وتلاقي الشخص إيه، بتتغير حالته الصحية، فده شيء جميل يعني. فالمريضة اللي عنده دي هي عندها الطاقة دي، وابتدت تكتشف إن هي عندها طاقة، وابتدت تعالج الناس عن طريق الريكي، لكن ما كانتش عارفة إيه هي في الحيوات السابقة، إزاي اتدربت، إزاي هي جاية من أي كوكب، الحاجات دي كلها ما كانتش تعرفها. فمايكل نيوتن هيكتشف بقى دي وهي في حالة التنويم المغناطيسي. أوكي، فهنا ايه المعروف بالريكي او الرايكي، ما اعرفش انت بتسموه ايه، احنا هنا بنسموه ريكينا. مع ذلك لم يكن لدي حتى جلسة التنويم المغناطيسي سوى فكرة بسيطة عن مصدر قوتها الروحية للعلاج، اسمها الروحي هي بيرو. طبعا هي مش عايزة تقول اسمها الحقيقي في الكتاب، لكن كان اسمها الروحي في عالم الأرواح كان اسمها بيرون، فقالت له ناديني بيرون يعني. وفي خلال موعدنا معا شرحت لي ضرورة التعديلات على الطاقة وأسبابها بالنسبة إلى الأرواح المتقمصة وتلك المتجردة من الجسد على حد سواء. زي ما احنا شفنا في الحلقات الماضية حكاية ترميم الطاقة وإعادة الطاقة للروح،
الإنسان بيجي عنده الطاقات السلبية دي، فبيحاولوا يشوفوه في عالم الأرواح ويعالجوه علشان يقدر يرتقي، وإلا هيفضل محمل بالطاقات اللي هي الغير جميلة دي. فإيه اللي بيحصل؟ بينزل ويرتكب حماقات ولا يتقدم يعني. فالفكرة عالم الروح لازم يساعدنا، يدينا الزقة دي علشان نقدر نتناقل. ففي بعض الأشخاص بيأتوا حتى من كواكب متقدمة، يتحمل الحياة هنا على كوكب الأرض، بالنسبة لهم بتبقى حياة صعبة، لكن هم بيقابلوها بروح كويسة ويبتدوا يعالجوا الآخرين، ودي حاجة ممتازة طبعا. الحالة رقم 23، هنا بقى في التنويم المغناطيسي هيبتدي يسألها، وهي هتجاوب عليه ايه هي الطاقة، انتوا جايين منين، بتتعالجوا ازاي، بتعملوا العلاج ازاي، ازاي بيتم التدريب، ازاي بيتم تجميع الطاقة، ازاي بتشتغلي مع الناس، بيبتدي ايه يجيب كل الافكار منها يعني. اوكي دكتور نيوتن، اود ان اعرف يا بيرون ان كنت تستخدمين تدريبك الروحي الخاص بترميم الروح في مهماتك الدنيوية، بترميم طاقة الروح زي ما قلنا في مهماتك الدنيوية. المريضة تظهر المريضة بعد التعجب فيما بدأت هذه المعلومات تنكشف في فكرها بعد سؤالي، ابتدت الايه الحالة تظهر لها يعني بعد سؤالي ماذا؟ نعم لم أكن أدرك مقدار معرفتي حتى الآن، وحدهم الذين يرغبون من بيننا في مواصلة العمل في هذا السبيل على الأرض يدعون محولين. هم أرواح اللي إيه بتحول، إيه الأرواح المحولين دول؟ دكتور نيوتن، ما هو الفرق؟ كيف تعرفين المحولين؟ يعني إيه محولين بالذات يعني؟ المريضة تضحك عن معرفة. كمحولين يعني هي بتشوف نفسها هي أيضا روح من المحولين دول. كمحولين نؤدي أعمام الترميم على الأرض، نحن فريق التنظيف نحول الأجساد إلى صحة جيدة. ثمت أشخاص على الأرض لديهم بقع رمادية من الطاقة تسبب تعثرهم، ترى ذلك عندما يرتكبون الأخطاء ذاتها مرارا وتكرارا في الحياة. مهمتي هي التقمص ومحاولة العثور عليهم وإزالة هذه الكتل ليتمكنوا من اتخاذ قرارات فضلة واكتساب الثقة والقيمة الذاتية. نحولهم ليصبحوا أشخاصا أكثر إنتاجية. فنشوف هنا، نشوف المحولين دول أرواح عندهم قوة، متقدمين جدا عننا، بيكرروا التقمص يعني بيتكرروا الميلاد من جديد الريينكارنيشن على كوكب الأرض، بالرغم إن ده صعب جدا يعني بالنسبة للروح متفوقة. زي ما أنت بتجيب شخص يكون حر وتقول له أنت هتدخل داخل سجن وتقعد في السجن ده 10 سنين مثلا، فبتلاقيه طبعا بينزعج جدا لأن السجون دي غير مناسبة له يعني، لكن ساعات هيضحي أو حاجة فبيقبل المهمة يعني. فدي بينزلوا في مهمات بيتولدوا يعني، بيأتوا من الكوكب الآخر تمام، حتى ممكن تكون في مراكب فضائية، وبيفضلوا في الجو الأثيري المحيط بكوكب الأرض. الطبقات فيه عندنا 5 طبقات بعدين نشرحها، دي هم بيفضلوا في الطبقة الثالثة، واخد بالك، في المدن الروحانية كروح، واخد بالك، مع الآخرين يعني زي نص العرب وكده، بينتظروا الفرصة إن هم يتجسدوا أو يتقمصوا ويتولدوا على كوكب الأرض من أب وأم عادي جدا يعني، مش هيجي إيه من كوكبه بجسد ويقعد هنا، ده بيجي بيتولد على الأرض علشان حتى يبقى واحد مننا، لأن لو جه بشكل غريب الناس طبعا ايه هتخاف منه. ففي الارواح دي بتيجي من كواكب كتيره وبتتولد هنا، بتحسن البشريه، بتدي لها افكار جديده، طاقه جديده، بتغير في اشياء كتير، وهنشوف حتى في الحلقه الجايه ازاي بتغير حتى في الطبيعه. اوكي فهنا هو سألها بقى ما هو الفرق، كيف تعرفين المحولين؟ المريضه بتضحك بتقول كمحولين،
نؤدي أعمال الترميم على الأرض، ترميم الطاقة يعني. نحن فريق التنظيف نحول الأجساد إلى صحة جيدة. ثمة أشخاص على الأرض لديهم بقع رمادية من الطاقة تسبب تعثرهم، ترى ذلك عندما يرتكبون الأخطاء ذاتها مرارا وتكرارا في الحياة. مهمتي هي التقمص ومحاولة العثور عليهم وإزالة هذه الكتل ليتمكنوا من اتخاذ قرارات فضلة واكتساب الثقة والقيمة الذاتية. نحولهم ليصبحوا أشخاصا أكثر إنتاجية. فمايكل نيوتن بيسألها: أريد منك يا بيرون توضيح الاختلافات في التدريب الروحي في حال وجودها بين ترميم الأرواح في عالم الروح وتحويل الطاقة في العالم المادي. يعني أنتوا بتعملوا ترميم الأرواح في عالم الروح وهنا بتحولوا الطاقة في العالم المادي، إزاي؟ إيه الفرق بينهم؟ المريضة وقفة طويلة: بعض أجزاء تدريبنا هي نفسها، نفس اللي بيتعمل في عالم الروح هو اللي بيتعمل في عالم المادة. بعض أجزاء تدريبنا هي نفسها، ولكن يرسل المحولون إلى عوالم أخرى بين الحيوانات للدراسة، وهم أشخاص من بيننا يحبون العمل مع الأشكال المادية. يعني هم بيرغبون في ذلك، بيروحوا علشان يساعدوا الكوكب إن هو يرتقي، يساعدوا البشر إن هم يتعالجوا ويتخلصوا من الطاقات السلبية. دكتور نيوتن، صفي لي التدريب الأخير الذي خضعت له كمحولة قبل أن تعودي إلى الأرض. المريضة مندهشة من سؤالي، تأتي الإجابة حالمة: جاء كائنان نورانيان من بعد آخر، من بعد آخر، مش من مجموعة شمسية أخرى، من بعد آخر، للعمل مع فريقنا المؤلف من 6 أفراد، مجموعة بيرون التعليمية المستقلة. علمونا كيف يمكننا المحافظة على طاقتنا التذبذبية أو الترددية مركزة في شعاع متماسك غير مشتت. تعلمت كيفية تحديد طاقتي لتكون أكثر فعالية. شوف إزاي؟ فهي الأشخاص دي علشان تيجي على كوكب الأرض الأول بتخضع إلى تدريب، واخد بالك؟ في عملية التدريب دي بيتعلموا ازاي يستخدموا الطاقة. طبعا انا ما عنديش العلم ده لكن في ناس متخصصة في علوم الطاقة، في ناس متخصصة في الريكي، في العلاج عن طريق الريكي. لازم طبعا نعمل لهم اختبار، لان في ناس بتبقى نصابين ولكن في ناس بتبقى جيدة يعني. فقبل ما نحكم على حد لازم نعمل التجربة مع 1 و2 و3 و4 ونشوف لو فعلا في تحسن يبقى الشخص ده صادق مصدر ثقة ويقدر الواحد يتعالج عنه يعني. فدول بيتقمصوا علشان يساعدوا كوكب الأرض يعني. وهنا بتقول بقى ايه، ان احنا بيعلمونا ازاي نحافظ على الترددات بتاعتنا، على الطاقة الذبذبية، ونكثفها في شعاع واحد يعني، في تكون متماسكة وغير، هتشرح حياة الشعاع الواحد دي بعدين يعني. اوكي نكمل. دكتور نيوتن، هل كانت هذه الكائنات من العالم المادي؟ يعني بتقول هم جايين من عالم موازي، واخد بالك؟ اوكي، طب الناس اللي بتيجي للتدريب اللي هم النورانيين دول بييجوا من العالم الموازي علشان يعلمونا، شوف بقى، في عالم الروح او في الكوكب اللي هي كانت فيه، او ممكن ياتوا لكوكب الارض معاها في المدن الروحانية ويتعلموا في المجموعة الروحية دي، وهي تقرر بقى ان هي هتتولد من جديد. طبعا تخضع لنفس الايه، بتخضع لنفس اللي احنا بنخضع ليه يعني، تنظيم، وهتتولد فين وعند مين وفي اي مكان وفي انهي بلد وهكذا، علشان تقدر تحقق المهمة بتاعتها. مع الوقت الانسان بيكتشف اذا كان عنده الموهبة دي ام لا يعني. دكتور نيوتن، هل كانت هذه الكائنات من العالم المادي؟ المريضة بلهجة رقيقة: من عالم أشبه بكرة غازية، حيث ذكاؤها موجود في فقاقيع، ولكنها كانت جيدة، تعلمنا بالفعل
كما تعلمنا. كم تعلمنا ولا تعلمنا؟ كم تعلمنا؟ تعلمنا بالفعل أو تعلمنا، مش عارف أقراها دي، تعلمنا بالفعل كم تعلمنا أو تعلمنا بالفعل كم تعلمنا. في الحالتين تعليم، يعني بيعلمونا بطريقة فائقة. يعني دكتور نيوتن بلطف، أنا متأكد من ذلك، دعينا نعود إلى الاستخدام العملي لما تعلمتيه الآن بعد أن أدركت مصدر مهاراتك بشكل أفضل. أخبريني كيف تطبقين هذه المعرفة الروحية في عملك بالطاقة اليوم باعتبارك الروح المحول على الأرض. طب أنت بقى إيه روح محول على الأرض؟ قولي لي بقى أنت إزاي بتستخدمي الطاقة دي، إزاي بتفيد الآخرين بيها. يعني المريضة بتقول في نظرة تعجب، يعني إنها الآن في فكري أرى لماذا يعمل، تتوقف الشعاع المركز. دكتور نيوتن بإصرار الشعاع المركز. المريضة بحماسة، نستخدمه بمثابة الليزر، زي ما يكون شعاع الليزر كده، بالأحرى مثل طبيب الأسنان. طبيب أسنان يحفر السن المسوسة لتحديد الطاقة الرمادية وتنظيفها، زي ما يكون واحد بيشيل، الطبيب الأسنان اللي بينظف السوس ده بيشيل الجزء الأسود. يعني هذه هي الطريقة السريعة. إن من الصعب بالنسبة إلي أن أستخدم إجراء بطيئا يدوم لفترة أطول ويكون أكثر فعالية. فاكرين أنتوا في الحلقات الماضية احنا كنا بنقول في عملية تحويل الطاقة في عالم الروح، الكائنات النورانية دي بتيجي وبتضخ الطاقة، فلو عمل حاجة سريعة ممكن في ناس بتحتاج 50 سنة علشان بطريقة بطيئة جدا بتنام بتبتدي تاخد الطاقات دي علشان تعمل تحول جذري في حياته وفي أفكاره وفي طاقته وفي كل شيء، بحيث إن هو لما يجي يعمل تقمص جديد بينزل بقى إنسان ممتاز، يعني علشان يقدر يحقق التقدم. لأن الفكرة هنا مش إن ربنا عايزك تفضل تتقرف وترجع 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 وترجع، لا، يعني الغرض إن المساعدين بتوعنا دول يساعدونا بأسرع وقت، يعني عايزين يختصروا الوقت، فده جزء من الاختصار. ومع ذلك شوف بيبعتوهم ورانا يمكن يقدروا يكتشفوا مين الناس اللي عندها الطاقات السوداء دي ويبتدوا يشيلوها منها. يعني فالمريضة بحماسة، نستخدمه بمثابة الليزر، أشعة الليزر، نروح للشاشة الأخيرة أحسن. أوكي، نستخدمه بمثابة الليزر بالأحرى مثل طبيب أسنان يحفر السن المسوسة لتحديد الطاقة الرمادية وتنظيفها. هذه هي الطريقة السريعة. إن من الصعب بالنسبة إلي أن أستخدم إجراء بطيئا يدوم لفترة أطول ويكون أكثر فعالية. بالنسبة لها هي ما تقدرش تعمل نقل الطاقة على فترات طويلة، تعمل حاجة زي ما يكون طبيب أسنان في ساعتها كده تعمل الجراحة وتنتهي يعني. لكن البطيء بيكون أكثر فعالية يعني. دكتور نيوتن، حسنا، تذكري يا بيرون أنك تشرحين لي كيفية استخدام تدريبك الروحي والدنيوي معا من أجل علاج الطاقة. تذكرين الآن الجانبين، اخبريني عن الطريقة البطيئة. طب أنت بتشوفي، أنت بتقولي أنت فقط بتشتغلي بالطريقة السريعة وكده، طب يا ريتك تقولي لي على الطريقة البطيئة بتشتغل إزاي. المريضة تأخذ نفسا عميقا، أغمض عيني وأذهب في شبه غيبوبة. عندما أجمع يدي بالقرب من رأس المريض أرى الآن أن ما تعلمته في عالم الروح يساعدني أكثر مما تعلمته في دروسي هنا، لأن هي خدت دروس الريكي والحاجات دي هنا، لكن هي عندها طاقة فائضة يعني. أظن إن هذا لا يهم حقا، يعني اللي هي اتعلمته في عالم الروح دلوقتي افتكرت اللي هي اتعلمته هناك أكثر كتير من اللي اتعلمته على الأرض. دكتور نيوتن، نحن نتلقى القوة من مصادر متعددة من أجل مساعدة الآخرين. أرجو منك الانتقال إلى شرح الأسلوب البطيء المستخدم لمساعدة مرضاك على الأرض.
احكي لنا بقى بطريقة مفصلة عن ايه الطريقة البطيئة لنقل الطاقة دي لتحويل الإنسان اللي انت بتقدر تستخدميها مع مرضاك. بس هي بتقول له انا ما عنديش القدرة دي. المريضة: حسنا، انا اعمل مع الأشكال الهندسية مثل لوالب الطاقة، أشكلها في ذهني لتتناسب مع تكوين المشكلة المعينة، ثم أضع هياكل الطاقة هذه حول المناطق الرمادية، وهذا يهيئ المناطق التي هي بحاجة إلى ترميم بواسطة ذبذبات العلاجية البطيئة، تماما مثل وضع كمادة ساخنة على عضلة ملتهبة تتوقف. لقد تضررت هذه الأرواح في طريقها إلى هنا، وهذا الضعف قد تفاقم مع نمو الجسد على الأرض. فشو بقى بتقول بقى إيه ده؟ هي بتشتغل مع أشكال هندسية، أوكي، وبتحاول تشوف تشكل الشكل الهندسي دي على قدر الجزء الرمادي او الاسود، الطاقه السالبه دي، وبتحاول تنقل الطاقه دي الى الانسان، بحيث لان الناس دي بتقول لك حتى ممكن تكون انت تلقيت طاقه في عالم الروح، لكن لما تيجي هنا الارض ولما تيجي تكبر في السن ومع المشاكل البيئه والحاجات دي كلها بتتغير الطاقه بتاعتك، بتلاقيها متلخبطه، ف بتعمل هارمونية يعني إعادة تنسيق للطاقة اللي عندك دي، أوكي؟ دكتور نيوتن مندهش: أعيدي من فضلك، ماذا تعنين بتضررت في الطريق؟ يعني إيه تضررت في الطريق؟ كنت أظن إن عملك على الأرض يشمل في الغالب الطاقة الملوثة من جراء تجارب الحياة. يعني هو كان فاكر ايه ان ازاي الارواح دي تضررت في طاقاتها مع وجودها على كوكب الارض. انا كنت فاكر فقط الحاجات اللي بتحدث على الكوكب اثناء الحياة. ازاي بقى انت بتقولي ان في الطريق بتتلوث اكتر؟ يعني ايه؟ وضحي دي. المريض: هذا مجرد جانب واحد من المشكلة. عندما تدخل الارواح الجسد البشري، أنها تدخل بالتالي مادة كثيفة، مع ذلك تحتوي الأجساد المضيفة على طاقة حيوانية بدائية غليظة. هي دي الطاقات بتاعتنا كلها غليظة حيوانية. الجسد البشري ليس جسد متطور، لسه هنتطور كتير يعني. فلما بتأتي الروح بتدخل في المادة الكثيفة بيبقى صعب يعني. وللروح نوع طبيعي من الطاقة المصقولة والنقية التي لا تندمج بسهولة مع بعض المضيفين البشريين، وتحتاج إلى خبرة للتأقلم مع كل هذا. الأرواح اليافعة المتقدمة هي الأكثر عرضة للضرر في هذا الإطار. يمكن أن تنحرف باكرا عن مسارها وتلتوي. أوكي؟ فأنا يعني بيوري لك ان الجسد المادي بتاعنا هو جسد مادة غليظة، مادة مكثفة. فلما بتيجي الروح بتدخل في الجسد البشري في الجنين يعني، وبتستمر معاه، الروح بتلتصق بالجسد البشري تماما تماما في سن السابعة والثامنة، يعني بتفضل في عالم الروح وعالم الايه الجسد فترات كبيرة جدا. حتى انتوا لو تلاحظوا في الطب بتلاقوا ان الرئتين اخر عضو بيكتمل في الطفل وهو عنده 8 سنوات يعني. فبتلاقي حتى اطفال بيشوفوا ارواح بيتكلموا معاهم واهلهم ما بتصدقش يعني. بس بعد كده بينسى يعني، لانه بيندمج مع عالم الجسد، بس صعب ما هو السهل يعني، وخاصة للارواح اللي هي ايه اللي هي راقية يعني. دكتور نيوتن: قد تطلقين تكوينات مختلفة للطاقة مع أشخاص مختلفين من بين مرضاكي؟ يعني أنت بتبتدي بترسلي أنواع مختلفة من الطاقة
حسب المرضى اللي عندك يعني، ولا كلها طاقة واحدة يعني؟ تقول نعم، هذه هي وظيفة المحول، إن خطوط الطاقة المتضررة متعرجة، يجب إعادة ترتيبها لإزالة الطاقة الملوثة، وبالتالي تصبح هذه الأرواح المشوشة غير متوازنة إلى حد كبير، لدرجة إنه يجب إعادة توجيه الكثير من عملنا إلى خلايا الجسد كلها، حيث تعوق الطاقة السلبية تدفق الطاقة الإيجابية بحرية. عندما ينفذ هذا بطريقة صحيحة تماما، تعمل الروح بطريقة متناغمة مع الدماغ البشري. يعني بيقول لك احنا، وانا اتكلمت مع ناس اللي بتشتغل بالطاقة دي، بيقول لك احيانا الطاقة بتاعتنا في موجودة، طاقة الروح في الجسد بتبقى عندها خلل، فمنقدرش احنا نسيطر على كل شيء، بنرتكب اخطاء حماقات وحاجات من زي دي، فالارواح بتيجي بتعمل لنا عملية إعادة التوازن، يعني بينظم الحالات دي، بينظم الشفرات دي، بحيث إن إحنا نقدر نتناغم مع حتى عقولنا، المخ يعني. في فرق بين الوعي اللي هو وعي الروح في الخارج، وفي فرق بين استخدام المخ والأعصاب والحاجات دي اللي الروح بتستخدمها علشان تعبر عن نفسها وتتخذ قرارات. واحد عارف كان في فيلم اسمه سوبر ديف بتاع ايدي ميرفي، وسوبر ديف ده كنت بتشوف انت زي ما تكون كائن يعني زي انسان، لكن هو مكون من مجموعة كبيرة، فريق ضخم جدا داخله يعني، وهو قاعد بيقود السفينة بتاعته دي في المخ يعني. تقريبا هو ده اللي بيحدث عندنا، ان الروح هي اللي بتقود الجسد وبتاخد القرارات وبتعمل السفهات أو تعمل الخير يعني. دكتور نيوتن، في الواقع يبدو هذا مفيدا جدا. المريض يمنحني شعورا بالفرح مع أنني ما زلت أحتاج إلى تعلم الكثير. بتضحك، نحن ندعو أنفسنا الإسفنج النفسي للطاقة المكررة، زي ما يكون سفنج كده بيشد الطاقات السالبة دي. أوكي، أنا أعتقد انتهت الكلام بتاعها، انتهى هنا يعني. دقيقة واحدة. لا، خلينا نقرأ الحتة دي أحسن عشان نفهم. هنا بقى تعليق مايكل نيوتن، بيقول: ليس من المستغرب هنا أن تكون المريضة الحالة 25 قد استخدمت الريكي في عملها على الأرض. إن الريكي أو الرايكي هو في الواقع فن علاجي قديم يمارس باستخدام اليدين بعد تقييم الطاقة المتضررة والعمل عليها. يسد ممارس هذا الفن الثغرات في حقل الطاقة البشرية مع الاستفافات الجسدية لتحقيق التناسق. بحسب بعض النظريات، تتسبب الطاقة المتضررة في الجسد البشري، جسدية كانت أو عقلية، بثغرات في هالتنا تتيح دخول القوة الشيطانية السلبية. دي نظرية، هذه واحدة من الأساطير، هي حكاية القوة الشيطانية دي. هذه واحدة من الأساطير المبنية على الخوف والتي لا تستحق أي اهتمام. لقد قال لي اختصاصي الترميم أن حدوث ذلك مستحيل لعدم وجود أي قوة شريرة خارجية تحاول السيطرة على جسدك، لكن انسدادات الطاقة السلبية في حقل طاقتنا هي ما يسبب انخفاضا في القدرة الوظيفية. تزعجني أيضا المقالات العلمية التي تسخر من علاج الطاقة باليدين مثل اللمس العلاجي، لأنني شاهدت
على قوة هذا النوع من عمليات الشفاء مع المرضى. غالبا ما تقدم هذه الخدمة طوعيا ومجانا. بعض الممرضات في المستشفيات انطلاقا من اهتمام حقيقي بالرعاية والعلاج بيقوموا بالدور ده. تتكون أجسادنا من حقل طاقة من الجسيمات، يظهر كأنه صلب ويؤدي عمل موصل الذبذبات. في هذا السياق قالت لي واحدة من الأرواح المحولة التالي عن الأساليب العلاجية باللمس. طبعا في ناس بتسخر من كل شيء، يعني مش عايز يجرب، مش عايز يروح يكتشف بنفسه، يعمل تجربة على الأقل علشان يشوف هل الريك ده بيشتغل. طب جربه عليا كده، عايزين نشوف ايه اللي بيحصل، انا عندي كذا، عايز الموضوع ده، هل انت تحسنت بعديها؟ فانت ممكن تقول لا الشخص ده يعني بكاش ولا شخص حقيقي. يعني للأسف في ناس كتير بكاشين يعني نصابين وكذا، لكن في ناس كتير حقيقيين يعني، فيخضع للتجربة. اللي انا في رايي كده، اي شخص يجي له لي ايه رايك في فلان، اقول له ما اعرفش، انا لازم اخضعه للتجارب يعني. اوكي، فتلاقي حتى علماء بيستهزأوا، طلعت مين يا عم، ترميم مين والحاجات دي، بدون ما يدرس، بدون ما يشوف يعني. يكمن سر الشفاء في إزاحة نفسي الواعية كي لا تتعرض تدفق الطاقة الحر بيننا. هدفي هو أن أندمج مع تدفق طاقة المريض لإخراج أعلى درجات الخير في ذاك الجسد. يتم ذلك بالحب والتقنية معا. إذا أبدى الطرف المتلقي مقاومة معرقلا بالتالي ممرات تدفق الطاقة الطبيعية اسمها التشي أو قوة الحياة بسبب سلبياته الفكرية، فهو قادر تماما على أن يعرقل فرصة المعالج في كشف مجال الطاقة. يعني المريض لو اللي عايز يتعالج، لو كان بقى عامل نفسه فلوطة ومش عارف ايه، بيبتدي يقاوم، يعني عايز الحاجة تحصل بأي طريقة، فممكن هو يعرقل عملية العلاج، يصد الطاقة دي. ومع بداية ألفية جديدة يدرك عدد أكبر من الناس الخصائص العلاجية للتأمل والتخيل الموجه لبناء الطاقة داخل أنفسهم. يعني بنصل إحنا إلى مرحلة التأمل والحاجات دي، بنقدر إحنا من خلال الاسترخاء والتأمل والتذكر الخالق عز وجل والنور في كل الديانات يعني. لكن أنت لو سكنت حتى وأنت بتصلي أي صلوات في أي دين وتبتدي تفكر في الخالق عز وجل وكده، فهتبقى تمام التمام يعني، وتتحسن، تقدر تنقل الطاقة لنفسك أنت. أوكي، نكمل. وبعد مع بداية ألفية جديدة يدرك عدد أكبر من الناس خصائص العلاجية للتأمل والتخيل الموجهة لبناء الطاقة داخل أنفسهم. كثيرة هي الطرق لبلوغ مركز حكمتنا الداخلية من خلال الاستفادة من مصدر طاقة أعلى. التدليك واليوجا والوخز بالإبر، عارفين الإبر الصينية دي، والعلاج البيومغناطيسي هي بعض التقنيات المتاحة للمساعدة في تحقيق توازن طاقتنا الطبيعية. الناس الصينيين دول عندهم حاجات يعني فوق الخيال يعني. آخر باراجراف بقى نخلص الحلقة دي. تتأثر طاقة الجسد وطاقة الروح سلبا بأصداء الذبذبات عندما لا تكون منسجمة فيما بينها. لكل شخص بصمته الخاصة من الإيقاع الطبيعي، ولا بد من أن يتعايش الجسد والروح معا بسلاسة ليكون الإنسان منتجا. إذا اعتمدنا مقاربة شاملة لصحة الجسد، تستجيب ذاتنا الإبداعية بقوة أكبر للعمل مع الدماغ البشرية، فالانسجام بين ذاتنا الخارجية وذاتنا الداخلية يخولنا الانخراط بقوة كبرى في العلاقات المتبادلة المادية والروحية والبيئية. أوكي، خلاصة موضوع النهاردة إيه؟ إن في
بعض الأشخاص طبعا في تريليونات الكواكب المعمورة، ليس فقط كوكب الأرض وليس فقط الشرق الأوسط اللي فيه ناس يعني. فالبشر دول موجودين في كل مكان بطرق مختلفة، مش نفس الجسد اللي عندنا، ممكن يكون عندهم أجسد جسد أفضل مننا بكتير، وفي يعني حاجات متأخرة عننا، يعني في المتقدم وفي المتأخر. وممكن الأشخاص دي بتتطوع بتعمل تدريبات في عالم الروح لنقل الطاقة للعلاج بالطاقة، بييجوا هنا على كوكب الأرض وبيحاولوا يجدوا الناس اللي عندها موضوع الطاقات السالبة دي كلنا أعتقد، وبيبتدوا يساعدوا البشر في عملية التنظيف بهدف إن الإنسان يصبح شخص أفضل يعني. فأوعى تفكر إن فقط يوجد حياة على كوكب الأرض، دي فكرة يعني بسيطة. إحنا أكيد الخالق اللي خلق كل المجرات وتريليونات الشموس والكواكب والحاجات دي، إزاي فقط يعني يهتم فقط بكوكب الأرض؟ شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أرجو اللايك والشير والحاجات الجميلة دي عشان نقدر ننشر المواضيع دي. شكرا شكرا، وإلى اللقاء. سلام سلام.